بسم الله. ساعات وانت بتسطب احد برامج اوتوديسك بياخد وقت كتير قوي في التسطيب، فده بحاجه من الاثنين، يا اما انت بتنزل ملفات كتيره جدا صغيره مثلا الفاميلي، تمام؟ فلما بتنزل ملف كبير مساحته مثلا 1 جيجا 2 جيجا، ده بينزل اسرع بكتير جدا لما تنزل ملفات صغيره جدا، صغيره صغيره كل واحده مساحتها مثلا 2 ميجا 1 ميجا. الحاجات دي بتاخد وقت كتير اطول. الحاجه التانية ان ممكن يكون موقع اوتوديسك الجهاز بتاعك شاك فيه، حاسس ان هو مش موقع موثوق فيه، شاك لانه مثلا شايف ملفات صغيره كتيره بتنزل. فبعمل ايه؟ فبفتح برنامج انترنت اكسبلورر، تمام؟ هدخل هنا في الاوبشن، هقول له انترنت اوبشن، هدخل هنا في سكيورتي، هقول له تراستد سايت، الموقع اللي انا واثق فيها سايت، واضيف الموقع بتاع اوتوديسك واقول له ايد، تمام؟ اه، فبيضيف لي الموقع بتاع اوتوديسك. بكتب HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول اس سكيورتي نقطتين سلاش سلاش اوتوديسك دوت كوم، تمام؟ وبدوس اد، فبيضاف لي الموقع هنا، فبيبقى موثوق فيه اكتر، فالحاجات بتنزل اسرع، تمام؟ ده حل التهنيجة بتاعت التسطيب.